من وضع الدستور ذكر أن الكويتي بصفة أصلية هو اللي شارك في القرار السياسي، ومنها طبعا الانتخاب والترشح. في مواطنين أصليون، في مواطنين متجنسون. كيف تساويني أنا المؤسس إلى شخص ممكن متجنس قبل شهر فيشاركني في القرار السياسي؟ لو قبل الله لا راح تقلب المشهد السياسي رأسا على عقب. شنو معاجبك مجلس الأمة؟ اللي معاجبني بعض النواب. آخر شيء أتوقع أنا أنه يصير ضرب داخل مجلس الأمة، بوكسات. صارت الجنسية للبيع. مر فترة من الفترات للأسف أن النائب يعطونا حصة، لك 5 جنسيات، لك 10 جنسيات، يعني هذا أكيد راح يدمر البلد. مو معقولة أنت تطلب لي عنصر فاسد وتقول له أصلح. فعشان كذا احنا نقول للمواطن اختار الأصلح، اختار الصالح، هو يصلح البساط.